في أغادير على الساحل المغربي، وبعد بحث متعب في مضارب السحر والسحرة، التقينا بنجاة التي تدعي امتلاكها لقدرات سحرية كبيرة. الوصفات السحرية التي أخبرتنا عنها هذه السيدة كانت فائقة الغرابة، ووقفنا حائرين أمام ما وصفته لنا. أنا نجاة كتكون أغادير، خدمتي شوافة، كندير الخير وكندير الشر، كندير المحبة وكندير الكراهية. المهم كنمشي وكنجيب الوسخ ديال الحمام، كناخد بونجا كناخد بها داك الماء ديال الحمام. المهم كنعطيه للسيدة، كتمشي كتستعملو ولا مشي قهوة ولا شي حاجة، كتصدقها كيكره العيالة إلا هي. مسائل تقليدية وكاينة مسائل ديال الفقيه. المهم التقليدية ديال النساء كتشدو كتعبدو في زيف الكحل، المهم داك الزيف كيتسمى ديال سيدي ميمون، كيتعبد عند جنون فهمتي، فين ما كان كيجي يقلب عليها. هادي ديال المحبة، إلا كان بغاتو يجي، إلا كان بعيد وباتو يجي. الشعر إلا بغات شي وحدة تنطقم في الأخرى كتجيب الشعر، فعلا نقول واحد الكلمة عيبة يا هانية. المهم الشعر كيديرو في كاكا كيكون سخون، ما كتزيدش عليه دقيق، كتسلت الشعر كيصوب ليه فهمتي مباشرة. هذا كيخدم خدمته مباشرة، زعما كيمسلو كل الشعر، كلشي الشعر كتحيه. المرأة كتبغي راجلها، راجلها ما كيبغيهاش. المهم اللي كيديرو الحلال ديالهم كتاخد الزيت باش نصحو، كتجي لعندي كنصوبو ليها في مقلة فاش كنديرو الفريت، كنهرس عليه الشمعة، كناخد السينيسير، السينيسير داك اللصقة ديال السيكليس فهمتي، وتنفيحة قبيطة من النعناع، واحد المغرفة ديال العود، جبانية ديال الزيت لوسيور إلا كان بيض، زيت لوسيور كان سمر، زيت العود ياك. كناخد عود ديال الند، كطيب داكشي. المهم مولات الزيف مولات الراجل كطلق الشعر ديالها وكتبقى تجذب عليه وكتعيط بسميت فلان. ملي كتسالي سبعة ديال المرات كتشد داك العود ديال الند وكتشعل فيه العافية، كلش على العافية بديك المقلة كلها، ما كتجيش طفى حتى تيحضر الراجل، كيحضر الراجل كيحضر بشي هدية مهمة زعما كيفرح المرا ديالو. بول العمى فيها فار، فيها الجاج ديال الكسيدة شي تشتت الشمل، فيها بروكسل، فيها واحد المادة كتباع عند العطار تيقولو ليها العزاز، الزعزع كيتجمع داكشي كيتصوب في الخلا ماشي في الدار، وديك اللي كتصوبو كدوك وكتخاصم، كتقول الصداع والقربيلة والدم والشواقر، وكتدوك وهي كتخاصم وكتقول هكا باش تصدق لها داك المفعول اللي صوبت فهمتي كيفاش. ملي كتصوبو ما كيدخلش للمحل ديالها، المهم كتدخلو للمحل من بغات، بحال دابا دار ما بغاتش تخوى ليها صدخوا عليهم شتو خوب الطاط، مرا وراجل مجوجين بلا خبر مرا اخرى ضره زعما كتمشي كتخوي عليهم ولا كتخبي عليهم تحت، وكتدخل ليه في الدار وكتفرش لهم تحت الفراش، كيكون الصداع ديما الصداع، كيكون كراهيه.
كيشدوا داك فاش كيطيبوا الخبز طوجنا فراشنا مثلا كحل كيقلبوا كيشدوا الصوره كيحطوا على داك الحموم المهم كيحطوا عليها شي ماده كيزيدوها شي حاجه اخرى وكيقراو عليها ما حتى هي كتسخن وكيقراو عليها والصوره كتهوج وكتكحل فهمتي حتى تخدموا خدمتهم هما مع المده كيبدا داك الانسان مول الصوره كطلع عليه الكحوليه بحال داك كيفاش يفكها كيجيب الماء بحار من هاد الشتا الماء الشتا سبعة ديال القواتس ديال الشتا فاسوخ بعدا مسخسر العرعار العرعار ما يخليه عار المهم كيجمعو كلشي مع الوقفة ديال الجمعة كيطلب الطبيب داك الإنسان أوضو كبير صافي بحال بحال التالي